بونجور مشاهدينا، انا اليوم كثير مبسوطه لانه لقيت حدا تعرفت على حدا ليتلي اللي هو المخرج جينو عون. اول شيء بدي اقول لك هاي جينو باستديوهات الام تي في عندنا بفاشينيستا سبيسيالمون. جينو عون اذا فينا نقول جدد، واذا فينا نقول من وراء رجعنا نشوف موضه الشروال بطريقه كثير مودرن، هالمره للرجال قبل النسوان، صح ما هيك؟ بس بدي فرج المشاهدين جينو شو لابس انت. أكيد. خلينا فينا نقول اذا فيك تفسر لي شوي. هذا الشروال اللبناني. اوكي. يلي عمره 1500 سنه. هي. يلي اجدادنا لبسوه. آه من سنه ال 420 وي بروديوسد، مش نحن برملنا تنشوف. وي ديدنت كرييت اني ثينك. واو. هذا الشروال الكسرواني مسمينه على اسم البطل طانيو الشاهين. اوكي. يلي هو المد. عم نعمل ثلاث انواع شروال، الشروال القصير الجزيني والشروال اللي بيجي لهون الصغير تاوي على اسم يوسف بكره. اوكي. هذا الشروال الكسروان العمر وتاريخ ويلي من المعيب انه ما بقى حدا يصنعه. من هون بلشت فكرتنا انه نحن وي شود جيت باك، وي شود بي براود اوف اجدادنا شو قدموا لنا، ونرجع نصنعه عن اول وجديد لانه الارث اللي عملوه هن ما لازم يموت. طيب ما حاعمل كومبيتيسيون، انا هيك ما في كومبيتيسيون. جينو جاب لي هيدا الشيء لإلي، انا خاصة اللي بيعرفني اللي بيعرف انه انا كثير بحب الشرويل، انا كثير بحب كل شيء بايش بوي فريند، بحب ضلني مرتاحة. جينو حفرجيكم واحكموا انتم لحالكم. إذا فسرنا شوي جينو عن هيدا الشروال. هيدا الشروال البناتي الكوبلي بنازي اللي نحن عم نطورها. ساتان دوري. هذا اللي شاركنا فيه بمهرجان نفرتيتي بمصر. هلا حنحكي عنه. مثلنا الزي الوطني اللبناني هونيك. اليوم انا بقول سوري انا حقبره بس يرجع يشوفوا شوي. من البشع او من المعيب انه الاجانب يعملوا شروال يلي هي لنا ونحن ما يجي حدا ديزاينر يطلق الموضوع. من هون انطلقنا وقلنا الشروال البناتي والرجالي لازم يكون ميد ان لبنان، ومن لبنان نطلقه لبرا. من لبنان تطلقه لبرا انت لانه كنت بتلبس دائما شروال وبتطلع على الضيعه. انا صار لي 10 سنين بلبس شروال. اوكي، لنقول انه جينو مش جديد، جينو صار له 10 سنين بلبس شروال وبيقعد بالضيعه. طيب. ومن هون جربت قررت تطور الفكره من 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 شروال واحد بالدير بنفذوا لك ما هيك؟ رهبات الانطونيات. ايه. بودي انه بينتعرفنا عليهم وطلبت منهم وقتها يعملوا لي شروال لإلي تلبسه، لان ما في حدا بلبنان بيعمل شروال مرتب. ومن هون بلشت القصة، صنع أول شروال وكان نتيجة حلوة، ورجعنا شروال ورا شروال ورجعنا بلشنا ذا بزنس. لو صرنا على مصر هون لو صرنا على مصر بعد شهر، بعد جمعة من إطلاقنا للبرودكت بدقوا لنا من برا من الدول العربية. ايه. وبيقولوا لنا ما في حدا يمثل الزي اللبناني. ايه. لذلك دعيونا لنكون بايجيبت لنمثل الزي اللبناني مثل ما عم تشوفوا البرودكت الشراويل اللبنانيه الجديده للبنات مع الزي الكامل اللبناني. بعتقد مع الطربوش مع الهيدا ما بيكمل ما بيكمل الشروال غير ما بتشوف بده يكون كل اللوك من فوق لتحت. لا نحن عم نعمل نيو شروال يلي بيقدر يكون يجاري الشباب النايت كلاب الظهرات. يعني اليوم حلو تشوفي بدله عرس بس من تحت شروال بدل بنطلون رجالي. نحن عم نطلقها من هون من فاشينيستا لكل حدا طالع على باله يكون اوريجينال على نهار عرسه، لانه بتشوف دائما التركيز على العروس، ليه مش على العريس كمان؟ يلا هلا بنشوف يمكن عندنا موديلز هلا بنشوفهم. خلينا نكمل شوي. هذا انت جينو صحيح عم نستلم الفيزا. اليوم الشروال اخذ حيز كثير مميز برا، يعني تفاجئوا لانه الفاشن الرجالي معروفه انه فاشن ميته، من اكثر من 100 سنه ما قدموا غير جينز وبنطلون. مزبوط. وعم يتطوروا هالجينز وهالبنطلون، ساعه بخزقوا ساعه بقصروا ساعه بيطولوا. اليوم we have implement something to the world، مش بس لمجتمعنا الداخلي، نحن عم نقدم لهم شيء عمره حضاره وصحي ومريح وبيدفي بالشتاء وبيبورد بالصيف. هيدي كثير مهمه. هون بعد عم خلينا ننقل شوي على الصور جينو. هون بلشنا نشوف الديزاينات الجديده والالوان الجديده. عم نشوف الشروال الجراي، يا ريت بينطوا كذا صوره لقدام على الالوان تتعنا. الاخرى اوكي. هيدا الجوخ. أوكي. شتوي اكثر بس بيناسب شغل او كاجوال لايف اكثر. اوكي. انت مقسم بين النهار وبين الليل؟ لا منك مقسم مش مقسمين. لا هذا بيريح لانه هيدا حلو اللون البني. هيدا الطويل الكسرواني. قياس طويل شكل مختلف. الوان مختلفه بيقدر يكون لغير كايند اوف اوت جوينجز، بيقدر يكون على
زياره رسميه على دفن على قديس هذا الاحمر كل البوردو هي بنخير اليوم من الصعب رجال تشوفي لابس بنطلون بوردو بس اليوم مع الشروال يو كان دو ات تعطي رجوليه للرجال الشروال البوردو مع الشمله تبعه يلي هي السنتور السنتور الشمله اوكي هذا بيقدر يكون فور نايت كلوبز فور بابز فور بحر يمكن حتى ينام على السلوبات لنقول انه الشروال خلينا ننسى انه دبكه بس مظبوط لا انا انا بختار اليوم الشباب لازم تلبس اليوم لازم نفتخر انه نحن عم نلبس برودكت لبناني بيور لبناني طلع من عنا يعني وصنعناه نحن وعم نتسلع وعم نخترع هالاشياء الجديده فيه هيدا العبيض هذا العرس بيقدر يكون عريس او بيقدر يكون شبين عم نحكي عن برودكت مش كثير مميز بيصنعوه ايدين رهبات فكل الديتيلز محطوط فيه يعني الديفو صغير ما بتشوفوه موجود بالبرودكت الشمله فيها تفرق الالوان يعني الألوان. اليوم اجدادنا عملوا اختراع محل الجرافات اللي هي الشمله اللي مثلا بدل ما يغير القميص البيضاء بيحط شمله خضراء او زرقاء بيكسر المود كله نحن اكثر شيء هون عم تشوفوا الشمل السوداء لانه بدنا بدله العريس مع الجرافات هذا القصير الشروال عم تشوفوه الجزينه بس بحب اقول لك شغله نحن من شهر وشوي عملنا لانشينج بعد 7 اشهر مبروك بعدك جديد يعني ثانك يو ومن شهر لليوم كم دفيله صرتوا عاملين؟ صرنا عاملين 5 دفيله بسم الله وي ستيل هاف 2 3 هلا قريبا المغتربين عليه طلب هائل صرنا ما عم نعرف كيف يعني بحسوا بحنين كمان 100% اذا ما بده يلبسوا كل يوم نحن بنقول لهم على القليل يكون عندنا بخزانتنا لاولادنا لفخرنا اليوم عامل غدا انت بضيعتك انه شو فيها احلى انها تستقبل العالم بشروال اذا ما بدك تلبسه تظهر فيه ليش ما بتقعد فيه بالبيت مريح وليش ما على الاعياد على المناسبات بعتقد بدنا بس نكسر الجرأه عند بعض الشباب بس وقت تنكسر الجرأه اليوم بنرجع بنشوف الشرويل بكميات هائله بالبلد انا بقول جينو كل شيء بده تبليشه بياخذ شوي وقت ليستوعبوه وبيرجع بعدين بينطلق يعني مثل ما تعودنا على الجينز صار باللبس بالسهرات من امتى الجينز بنلبسه بالسهره فوتوا لنا اياه الامريكان براسنا انه هو هيدا الشيء صرنا وكمان الشرويل ان شاء الله انا بتمنى لك من عندي من فاشينيستا توصل للعالميه وكمان مثل ما بنشوف يشوف براد بيت لابس شروال كل هالستارز يعني بركي كمان بتعرفي نحن وقت نشوف برا داري الشيء دغري بندرجه بلبنان دغري بنمشي بلبنان ليه مش العكس؟ وانا بقول هذا اذا وصلنا لهالليفل هذا فخر مش لإلي ومش لدايروي والشركه اللي عم نعملها هذا فخر لكل لبناني قلت كلمه هلا بدي اعرف شو معناتها دايرويو اسم البراند تبعنا اتس سيريك نيم اسم سرياني لان اجدادنا كلنا نحن شعب بيحكي سرياني بالاساس ومعناتها الراهب لانه مع الرهبان انطلق الشروال من سنه ال 420 بجبال لبنان عملوه لحتى يتناسب مع طبيعه الارض اللبنانيه واوماج لالون رجعنا نحن سميناه بهالاسم بهاللغه نايس جينو لكن قلت اللي بعد عندك هلا ثلاثه ديفيليه وبدي اقول لك شغله اذا حدا وين موجود وين موجودين هالشراويل كيف في الواحد نحن بلشنا يصير عندنا بوينت اوف سيلز بلشوا بوينت اوف سيلز يتصلوا فينا نحن هلا بعدنا مباشر عندنا مكتبنا بالديكواني او بيطلعوا على الدير عندنا الاتوليه برومية رهبة الانطونيات هون عم تشوف زيت شروالي ما هيك يا ما فارق شوي مزبوط هون عم تشوف للبنات هذا البناتي الاسود الدوبل كراب خرج اكثر ظهرات كلاسيك اكثر اليوم بيقدروا يتواصلوا معنا في عندنا على الفيسبوك بيج في عندنا فيسبوك بيج شو هي دايرويو مثل ما بنقريها مثل ما بنقولها اوكي بيقدروا يجوا لعنا يقيسوا ياخذوا اشكال في عندنا 12 موديل مع 12 لون اليوم من اسبوع اخترعنا اول شرويل مش اوتنتيك نحن بس توضح هدول شرويل اوتنتيك مزبوط. يعني نحن نبشنا على شرويل عمره 200 سنه و300 سنه وقصينا زيت القصه اوكي لنصنع مثل اجدادنا بيصنعوا من جمعه اخترعنا اول شرويل كومباكت مريح اكثر لانه اليوم اجدادنا شوي معقدين كانوا يلفوا كثير ويعملوا هلا بدنا شيء براتيك اكثر هلا صار براتيك اكثر صغرنا الخصر صغرنا زبطنا الدكه حتى تكون مريحه اكثر لحتى الشاب ما يقول لي ما عم تزبط معي وما عم بعرف البسه هيك كود بي كاجوال بس بحب اقول انا بلبس شروال كل يوم
وصرنا مجموعة كتير كبيرة بنلبس كل يوم. عم نحافظ على صحتنا. We are proud باللي عم نعمله. مش غلط نبلش نحن نكسر ونبلش كل واحد منا يكون عنده الجرأة يلبس شروال. أكيد جينو أنا كتير مبسط اليوم أنت معي بالستوديو ومع نهاية الشراويل من كامل الايف. ميرسي.